برداد، كي كدوز رمضان ديالك؟ اول حاجه كجميع المغاربه كندوزو الطقوس ديالنا، يعني من تقديه، واخا تكون تقديتي 3 شهور كيجي رمضان يوميا كتقدى، بدا كتقدى شي حاجه، زيد على ذلك الصلاه والتراويح كما عهدنا، ونزيدو عاوتاني الفطور، يعني مره كتفطر في الدار، مره كيما شي كيعرضوا عندنا الحباب كنفطروا عندهم، مره كتفطر مع الناس، مع الاصدقاء، مع الحباب، دو طون طون كتفطر مع الناس وطو مع العائله، وانا كنفضل انني نفطر مع العائله، لان كيكون العام كامل وانت خدام، يعني كيجي هذا الشهر ديال رمضان هو اللي كتجمع فيه مع العائله في الفطور وهذا. وكنتمنوا رمضان كريم لجميع المغاربه والمسلمين اجمعين ومتتبعي اش نيوز، تبارك الله عليكم، بيس.